مرة تانية أنا سعيد بوجودكم، وعايز أقول وباللي أنا شايفه هنا، والحقيقة يعني هذا أمر يعني يدعو للفخر. إحنا بنتكلم على يعني تشكيل من عدة تشكيلات، سواء كان في الجيش التاني أو التالت أو في المناطق الأخرى زي المنطقة المركزية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية. كل التشكيلات بالمستوى، الحمد لله الحمد لله، بالمستوى اللي احنا شايفينه ده في كل التخصصات. وزي ما قلت، مهما كانت قوتك هي قوة رشيدة، وده سمة من سمات الجيش في مصر، قوة رشيدة وحكيمة تبني وتصون وتحمي ولا تعتدي يعني.